إحدى الطرق التي تلجأ إليها الشركات الناشئة للحصول على تمويل في المراحل البدائية هي من خلال منصات التمويل الجماعي. يتيح التمويل الجماعي جمع مبالغ صغيرة من مجموعة كبيرة من المستثمرين، كما تعطي هذه المنصة فكرة جيدة عن مدى نجاح المنتج أو الخدمة التي قد تقدمها هذه الشركة من خلال عرض الفكرة على جمهور كبير ومعرفة عدد الأشخاص المستعدين للمساهمة. كما أن حملة التمويل الجماعي قد تكون وسيلة تسويقية جيدة أيضا للشركات الناشئة، ولكن يتطلب إنشاء وإدارة حملة تمويل جماعي ناجحة بذل جهد كبير وتكاليف تسويقية، إضافة إلى أنه من خلال مشاركة فكرتك مع جمهور كبير فإنك تخاطر بتعريضها لمنافسين محتملين. الجدير ذكره أن هناك عدة أنواع من التمويل الجماعي. التمويل الجماعي القائم على المكافأة مقابل الحصول على المنتج ذاته أو الخدمة الملموسة تعد كيكستارتر وإندي جوجو من المنصات الشهيرة لهذا النوع. أيضا هناك التمويل الجماعي مقابل الأسهم، وهو الأنجح بحسب رأي عدة خبراء، إذ يحصل المستثمرون على حصص ملكية في الشركة مثل وي فوندر وستارت إنجن وريبابليك. قصص النجاح هنا تشمل شركات كبيرة مثل اير بي ان بي، كوين بيس، دروب بوكس وسترايب. هناك أيضا التمويل الجماعي عن طريق القروض أو الإقراض من نظير إلى نظير. يقرض الداعمون الأموال للمشروع أو الشركة مع فائدة مثل لندن كلوب وبروسبر. وأخيرا التمويل الجماعي القائم على التبرع، أي دون أي مقابل. ربما تكون GoFundMe هي المنصة الأكثر شهرة هنا. هناك منصات عدة في منطقتنا أيضا. سمارت كراود على سبيل المثال المتخصصة بالاستثمار الجماعي في القطاع العقاري ومقرها دبي. أيضا هناك يوريكا مقرها دبي وتقدم التمويل مقابل أسهم ملكية. في السعودية هناك شركة منافع وتقدم خيار الاستثمار المدعوم بالفواتير والاستثمار بالملكية والقابل للبيع والشراء كأي ورقة مالية أخرى. الحد الأدنى للاستثمار هو 1000 ريال سعودي. وكذلك منصة ليندو، وهي منصة مرخصة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للتمويل الجماعي بالدين، والتي تساعد على تمويل فواتير المبيعات الآجلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية.